مساكم الله بالخير. الحريم معروف عنهم يحبون المعادن الثمينة، منها الألماس والذهب والأحجار الكريمة. اليوم أنا موجودة في أرض المعارض مشرف علشان نسأل الناس شو اللي يفضلون يلبسونه في المناسبات. الآن ما صار هو الترند أو هو الأساس، أو أنه يعني المرأة تلبسه كونه هو الأساس عندها. للحين في ناس يجون لك أنه يبون ذهب كونه زينة وخزينة، بس هم إحنا من وجهة نظرنا ومن من النظام اللي نتبعه عندنا في الشركة، نحب، أو مو بس من خبرتنا، لا، من الفاليوز اللي عندنا، القيم اللي نتبعها، نحب نثقف الناس أنه صح أنت قاعد تشتري شيء لقيمة، خاصة الذهب كمعدن لقيمة، لكن في قيم ثانية تزيد من قيمة قطعة المجوهرات، اللي هي الجهد والتصميم والمصنعية وجودة المعادن اللي فيها أو جودة الأحجار اللي فيها. فنفهمهم أنه صح في شيء يزيد من قيمة القطعة كذهب ولها قيمتها، لكن في معادلة ثانية إحنا نحسبها خاصة بالوقت هذا. هو يعتمد على حسب ذوقك، على حسب المناسبة اللي أنت راحت لها، على حسب الترند. السنة هذه مثلا شنو هبتهم، يعني تشوفين الحين رادين على الذهب، رادين، وفي ديزاينات حتى تناسب كل الأذواق، الكبار الصغار، حلوة، رادين على اللولو، رادين على الأشياء القديمة. الحين لو ندور بكبتات أمهاتنا نلاقي الحين اللي الموجود بالأسواق هو الموجود القديم، صحيح. ورادين عليه بكل قوة، يعني عرفت كيف؟ شو اللي تبينه أنت؟ أذواق مختلفة. كونك أنت في مجال الذهب وتجارة الذهب والألماس ونقدر نقول المعادن الثمينة، اليوم الحرمة شو اللي تدور عليه؟ شو اللي تبي؟ الوقت الحالي المرأة تدور الذهب اللي فيه ألماس، ليش؟ قيمته عالية ويحتفظ بسعره، فهم هو زينة وهم خزينة. بس في أشخاص يقول لك لا، الألماس ينزل من سعر القطعة وغيره، صحيح. صحيح، بس في الألماس يعتمد في أنواع، في ألماس مثلا الفي في اس والفي اس، هذا يحتفظ بسعره، وكل ما كبرت حبة الألماس يعتبر استثمار. الفي في اس والفي اس وحجم حبة الألماس يعتبر استثمار، فتقدر تلبسها وزينة ومنها خزينة. تقدرين تكلمينا عن ميزة الذهب البحريني؟ يعني ودنا نعرف الدقات اللي موجودة في هذا الذهب، ليش يتميز عن غيره من أنواع الذهب؟ طبعا احنا في البحرين ما شاء الله عندنا أنواع من الذهب، نفس اللي في السوق، في قطعة تنباع بالقطعة وفي قطعة تنباع بالوزن بالمصنعية، يعني نفس اللي عندكم هني بالسوق. في نص ما شاء الله البراندات اللي قاعدة تطلع والبراندات اللي موجودة اللي ما شاء الله قاعدة توصل بالقطعة، وفي براندات اللي بالهاي.